حاسس انت وني عارفك اليوم ليه؟ وش الشيء اللي ودك تقول منحرج؟ تدري وش بعد الاحراج؟ وش ثلاث اسود. هذا مش هذا خلاني انحرج اني ابغى اجازيك بالشيء اللي انت سويته. ارحب ارحب، ما بقى الا 70 شخص. شدوا يا اخوان شم علي الحرام، تعطيني اسود. دقيقة خلنا نخلص اول شيء، دامك الله يبيض وجهك نزلت التغريدة هذي ولا يبغى، خلنا نخلص بعدين نتكلم عن موضوع الاسود. شكرا لكم جميعا، مرحبا بكم، حسابكم الثاني. خليني اشوف كم، 60,000 دخل. دخل لا شوي الله يحييكم جميعا ويرحم والديكم. ضيفك مشعود، انا ما ضفت ترى ضفني. هذه ترى يا الربع نضحك لانها فرحه الدخول في الستينات. فهاج مبروك مبروك ابو سالم، الله يجبر بخاطرك. مبروك مبروك يا مسعود. فهاج دخلت 60,000 بالعافيه ابو سالم. دخلني 100 معك. لا ما يمديها. الا يمديها والله. والله ما يمديها، حسيت ان السبيس فيه 30 ألف. شدوا والله يمديها يمديها والله. لا ما يمديها ما يمديها مسعود. شدوا شدوا. ألف ألف مبروك أبو سالم، تستاهل. دقيقة بنزل تغريدة. لا مو ذا الحين، لا. لا بنزل في السبيس نفسه. لا 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 أبيك ذا الحين تكتب تغريدة. 60 أخو وأخت جعلني ما خلا منكم، ونرد عليك كل بونا. دقيقة عرفت؟ شو التغريدة اللي نزلتها؟ أصبر مسعود بن شام. دخلوا مسعود 100,000، شدوا معكم بهاد. كيف؟ ايش رايك؟ لا حمار أنت. ليه؟ خطأ. وش تتعاطى أنت، نعل؟ ها؟ ليه؟ احس انك تتعاطى يا مسعود، رسالتك دي يعني الحمار ما يفكر فيها. اقلد عليك يعني كذا. لا احذف احذفها، اكتب 60 اخو واخت. يلا تن شو اكتب؟ الحين اكتب؟ ايه الحين، بس مو في التاج. ها لا تحط تاج بهاج. لا بدون تاج. وش اكتب؟ ايه اكتب 60 اخو واختي. وانا اختي انا يجي من بنغال، هو نفر. ليه؟ وش اختي هذه؟ وش اصبر اصبر. 60 كي، حط كي بالانجليزي. 60 كي. ايه وانزل تحت. نزلت. اكتب دقيقة، خليك معي دقيقة. ستين اخو واخت. واخت. ايه
تشرفت فيكم. لا 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 تسوي تشرفت فيكم. 60 جهني مع عدمكم. 60 أخو وأخت. حطيت كي بالإنجليزي. إيش جهني ما دعم ما عدمكم. ما دعمتكم. إيه. أيوة. لا لا جعلني جعلني عند حسن ظنكم يا حبان. عند حسن ظنكم يا حبان يا حباني يا حباني لك لي مهي لي. يا أحباني. ما تليق ما تليق ما تليق لك ما أصلح أخذها. يا أحبتي. لا 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 لا, لا, لا أكت... يا إخواني. يا أخوتي. لا لا يا إخواني. يا إخواني هم في ما أسمعك. إخواني إخواني يجمع البنات والعيال. صادق الإخوان إخواني. الا اخواني يجمع البنات والعيال. كتبتها. ايه يلا خرد خليني اروح ارد عليك. اخو واخت يعني عند 60 كي. اخو واخت يعني عند حسن ظنكم يا اخواني. ايه معكم اخوكم مسعود المري من السعوديه. لا لا يا حمار لا لا ده ما يعرفوني اللي جاوا كم يعرفون. لا 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 تحطها لا تحطها لا تحط مسعود المري خرد دقيقه أخو لأن الحسن ظن بدون مسعود بدون مسعود المري ما تحس أنه خطأ. نورت فيكم ثاني. حمار أنت. ليه؟ في متابعينك رقود ما تخلص فيه تقولون ذا وش فيه. بدون 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 السبيس لا تهرج إنك كنت في السبيس لأن في ناس متابعينك رقود. أكتب ترطع؟ لا لا غرده بس. احط القلب الازرق ولا الابيض؟ بدون قلب. خلي قلب بيتك. شوف الترتة حقت كنزات. بدون 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 قلب. نزل اخلص. شوف الترتة حقت. حطيت قلبين قلبين بس. يلا. ويت. راحت. يلا خلني اصبر. اصبر خلني ادخل ارد. جاني عند ظنكم يا اخوان. نزلت صح؟ دقيقة 5000 لايك يا اخوان. تستاهل يا ابو سالم. تستاهل خير يا ابو محمد. قل عن جدك 351 غفر هو 300 حدث. الله تبارك الرحمن 600 الله واحد. رديت؟ رديت انا. تستاهل يا ابو سالم عشان اليوم لا وقف 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 لا والله ما وقف. رجع متابعين ورجع الامور وخالهم السلام. رجع متابعينك اللي جاوا من ضرب هات قول لا اله الا الله. الرجال ده بهتني. لا والله ما بهتك. انا مرسل لك حسابي الحين ما في ولا ريال. شنو عشان ان شاء الله انك تسلفها 500 ريال مي بكاس تنضلعك. مي بكاس تنضلعك ابو مرعي معك سالف 500 موجود. ها موجود. الله يضيق عليك يا ابو محمد. انا عشان لنا بس وين؟ ايه العشاء الليله في الصياد عند الرياضيين مجان. لا عودنا لا عودنا من الصياد والله ناكل مكرونه. خابر لي مكرونه في الواجهه سويرتو ظني اسمها. ابكي تفك الوجه. المحل برجر اللي انت مزعجني عليه خليته جيته. ايه كليته اليوم انا وعليا. بس بوديك للواجهه فيها فيها مطعم مكرونه فيها مكرونه اسمها زرتو يا ولد. انا في وجه الله يا مسعود. يمكن يمكن ما يمدينا يمكن نتسكر ان شاء الله. لا لا ان شاء الله ما تسكر. بهاج واحد هنا اسمه سمات سعاده اقرا تغريدتها. هل مدارا من يكفيني احنا معك اكيد يا ظافرة. شو اسمها؟ ظافرة. نعم.
طرطة طرطة ايه نبي لنا طرطة الطرطة عليك ولا لي لا عليك انت وحط عليها 3 مليار نحتفل مرة واحدة يا ابو سالم والله ما احب الخسارة 60 و3 مليار ايه 60 و3 مليار حكيتينا في التوك وليه ما نحتفل ب 60 و 3 مليار و 100000 100000 حقت ايش تويتر حق من حقي عند الحج 60000 كيف صرت 100 يعني نفتح سبيس لين العصر للعصر اي ليه نجم جمهور لا حلوه عشان نحتفل مره واحده مالي خاط لا بعدين بدخل انا بعدين نشوف بكره ولا بعد بكره يمكن ادخل 100000 نروح نشتري طرطعه ثانيه احس مالي نفس ما انت خسر خلها مره واحده تكون خساره مره واحده لا لا انت بكره عليك الطرطه وعليك العشاء انا ما انا ضيف ليه ما نسوي سحب في السبيس واللي بيطيح عليه السبيس يجيب لنا طرطه والله ايه لا لا انت الطرطه عليك انت ها انت الطرطه عليك لا خلينا نسوي سحب يمكن ربي يرزقنا بواحد يعطينا طرطه لا لا ما لهم دخلهم يلا يلا دقيقة بس وش سحب انا طيب مو على كيفك مو على كيفك العشاء والطرطة عليك قطعة وخسوة وضاح الشمري قال الله ذا الوجه النحيف ها الطرطة من هي عليه ذا الحين شو كتمتني لأنك فاشل صراحة أنا بحق ليه بس قول لي لا لله طيب ضاعت أسد عيننا أسد شو رأيك لا والله أنا ضاعت عيننا اسمع مسعود ايه اسمع مسعود اسدين والله يبيح منك ولا اله الا الله ما... اي ولا ضاع دقيقه ضاع الشمري دقيقه ايه اخترت طاحت القرعه على ام ار او اس اتش 27 حط صوره فرس ضاحي تعال قست يا ضاحي دقيقه أسد. دقيقه اسمع مسعود لا تلف الدور عشا اليوم ضاحي مبيك يا ابو محمد بانك ضاحي اسمع كم متابعينك دام ضاحي جاء كم متابعينك في السنة في تويتر 14 وكم 14000 وكم حكم هذا شغل يا ابو حمد حكم 14 حكم ايه. طيب وش رايك يا ابو حمد نعطي ندخلك 15000 تعطيني اسد في البث يقلعك ضاحي اعطيك قيمه الاسد ما اعطيك اسد لا تعطيني اسد انا ابي اسد انا ما اقدر اعطيك اسد انا اعطيك قيمه الاسد يا اخي انا ابي اسد يا اخي اعطيك قيمه والله اعطيك قيمه لا انا ما ابيك تعطيني قيمه ابيك تعطيني اسد في التوك توك فكر يا ضاحي والله 15000 اخت الله يوفق تونا مسوينها كبير من مسعود لكن انت احبك يا ضاحي الصدق على المستوى الشخصي مسعود ثلاث سود ترى بعد قول يلا شوي شو اسمه بلصه فرج والله صدق يا ابو احمد انت شوف وضعك ضاحي هلا جبنا طرطه اليوم بحال شو اخذ تجي كم تموع يا ولد طرطه يا تموع. مسعود من ابو سالم مسعود انت جعلني فداك ابو سالم اصبر معنا شوي خلينا نشوف هذا رزق ابو سالم طيب قول يلا خلينا نخلص منك انت خلص مني بعدين انت معنا طيب انا بعلمك انا بخليك معي دقيقه ابو عشان نشوف عشان نشوف فين الطرطه من اللي بيجيبها والعشاء بعلمك انت دقيقه محل بعلم محل احمد الحين فيه الطرطه من عند والدي خلينا ناكلها عنده لا بعلمك انا فيك من صلى على النبي خليك معي دقيقه ها يا ابو حمد اسد وندخلك 15 والله يا ابو تامر على اللي تبي يا ابو محمد لكن تخبر ماش ما من شيء انك يذكر لكن يرزق الله كيف يرزق الله يرزق الله ان شاء الله ابشر بقى اللي تبي ما فيها باللي تبي ها هذا الشغل يا ابو محمد احنا ريجي ورانا شغل ورانا علوم ما لقيت الشغل انا عندي يا ويحي انا ادور شغل ها
احتزم وابشر بسعد. مرة اكيد تمين البت ترى بيبدأ الان نسوي موجة يا ولد نسوي موجة. انت بتبين نجيب العيد الظاهر ضاحي نسوي موجة وشلون موجة يلا واحد اثنين ثلاثة تراك قلت تم يا عيال شدوا يا عيال عيال ادخلوا تابعوا ضاحي الجميع يشد يا اخوان ضاحي 14187 شدوا يا اخوان شم هنا يا اسد هنا يا اسد ربعي يا ربعي لا لا الحماية كل الذيب الغنى خلني اعطيهم ميوت كلهم دقيقة ربعي يا ربعي ربعي لمني بزهم اسد يا اخوان اسد 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 بألف متابع ما شاء الله كم دخل كم دخل ما شاء الله كم دخل صبار مو بوقت ذا تابعوا ضاحي باقي 700 في ذمتك إيه؟ ما شاء الله تبارك الرحمن اشهد بالله ما فيكم حيل اصبر اشوف ارحموا باقي 600 كفو العالم يشككم يا شيخ باقي 500 علي الحرام انكم محازن علي الطلقني لاعطيكم اسد بعد انتم يعني ثلاث اسود جتني يعني اسد للمتابعين بسوي عليه سحب للمتابعين كفو كفو دعسوا دعسوا اصبر كم وصل كم وصل كم وصل كم باقي 400 في ذمتك اي والله حي والله باقي 350 حي والله ذروا ارحبوا ملايين ارحبوا 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 الدنيا شغل وارزاق باقي كم باقي 300 300 ما شاء الله يا بهاج فوق 300 300 شدوا بسم الله على قلوبكم اشهد بالله انكم محازن في اقل من دقيقتين الف متابع علي طلاقنكم شدوا 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 بشروني بشروني دخل 60 ولا باقي الاول 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 كم باقي قطع خسوه قرب قطع خسوه يتقدم ارحبوا باقي 200 باقي 200 ارحبوا 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 يا المحازم ارحبوا الناموس 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 الاسد 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 قرب الاسد قرب ازهلنا كفو 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 شاقة المستحيل اشهد بالله انكم على شاقة المستحيلة كم كم وصل كم وصل الله واحد كم وصل كم وصل باقي 150 في ذمتك شدوا شدوا اخواني لا مني بس ايش يسوي يشحن الاسد يلا يلا بهاج انت منتي يا رجال شد شغلك بس بزنس بزنس الدعوه تجاره يا اخوان صدعتنا لا تصارخ حمده تابع يا حمده كم زلنا يا بهاج كهو يا سهم السلطان كم 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 الف ألف ألف نقدر نقول مبروك نقدر نقول مبروك 14821 كم باقي كفو يا عليا بس توني محمل تويتر قبل أمس بالوقت داند دا الحين بس هدي بعد هذا الحين دا الحين دخلك بس هدي عندي إلا كم هذا الشغل هذه التجارة ولا بس حساباتي الثلاثة كلها ضاحي زالة كفو كم بشروني 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 كم 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 واوي كم يا واوي كم يا واوي كم يا واوي باقي 100 بذمتك ارحبوا لا لا اعرف اللي يكرهكم صدق كم كم باقي قطع خسوه كم قطع خسوه والله اطلع ال 75 الف خذيتها من البرنامج من ظهرك لعلمك انا قطع خسوة صح قطع خسوة في المقدمة ها 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 بشروني الله يصدقك أسد يا أخوان كم كم باقي كم باقي كم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما عاد بقى شيء ما عاد بقى 120 إنه موسى إنه موسى قطع خسوة صح باقي 120 طاحي انا معطيك ميوت ترى انت مسعود لاني انا ذي الحين في شغلي انا بديه عن كل شيء هذا رزقي
شيء رزقني الله فيه، فأنا بشتغل على شغلي عقبها بيجيكم بسولف. ضاحي ضاحي خليك تجهز 15,000 أخت وخ نعب السولف دي مزيانة مش الدمني طالب طالب عشان بتمسك الحيلة صح؟ الله نعم المرة ويا باقي 100 يا أبو كذبتك والله باقي 100 باقي 90 مهم 100 لا لا حيكم يا المحاسب مرحبا بالنشابة مرحبا جيجي عني وخلا منكم أشهد بالله أنكم إخواني أشهد أنكم إخواني أقسم بالله أنكم إخواني نسيت تتعلم من في ضريبة على سد إيه طير طير صح توقع أنه فاهم كفو 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 شدوا شدوا بقدي برين صي ثلاث بربرين أخلصي يلا شغل النشيد حنا تحمسنا مع النشيد يلا كم باقي كم باقي كم باقي 76 70 70 70 70 70 محزم نبي 70 طلقة شباب عماني باقي كم كم باقي باقي 60 محزم 60 طلقة 60 طلقة نبي هالثور ذي السماء باقي 50 طلقة 50 طلقة ياو ارحب 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 يا الاسد ارحب 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 يا الاسد ارحب 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 وش تسوون انتم تابعوا ضاحي تابعوا ضاحي تابعوا ضاحي بس تابعوا ضاحي اللي عليكم ارحبوا يا المحاز ارحبوا كم 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 باقي ربي باقي كم باقي كم باقي باقي 40 ربعي يا ربعي لا لا الحماية كالذي بالغنم لا لا الحماية كالذي بالغنم اسد يا اخوان اسد افزعوا لاخوكم الصغير ربعي يا ربعي ربعي يا ربعي ها ها نقول ألف بقي 30 حجت حجة بقي 20 حجت وأنا بن سعد ومن صلبي يامي عشاقة المستحيلة ربعي يا ربعي كم باقي باقي 15 في ذمتك باقي 10 10 ألف ألف نقول باقي خمسة ألف نقول باقي خمسة ألف مبروك الضاحي الشمري هل صفت يا أخوان مبروك 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 عيش عيش قطعة خسوة مبروك القطعة وخسوة 15 مليون ألف متابع على منصة تويتر ونبارك أيضا البهاج الأكلبي بحصوله على أسد وطير. وطير يستاهل ضاحي الشمري ويستاهل بهاج جاهز يا ضاحي ضاحي ناخذ اتصالك ونقول له أبشر بحاجك وجهك أبو محمد وجهك أبيض يا أبو حمد عندنا عوايد ما هي جدايد الله يبارك الله يطول عمرك يا أبو حمد عندنا شرط يا أبو حمد الله يحييك احتزم بي واضرب الله يلعن بي الله يحييك الله يحييك ادخل الان على التغريده بيك تكتب تغريده ايه اكتب 15 كي ايوه اخ واخت 15 اخي ها ايه اخ واخت بالانجليزي ولا العربي اكتبه بالعربي الكي خليه بالانجليزي